اهلا بكم في الدوري الاسباني على حساب مباريات الجولة 25 قاد ميسي برشلونة لحسم القمة امام مستضيف اشبيليا بالفوز عليه باربعة اهداف لاثنين. النجم الارجنتيني كان نصيبه من المباراة هاتريك. إشبيليا استقبل ضيفه المتصدر برشلونة، وفي الذاكرة القريبة خسارة أمامه بسداسية في كأس الملك. قد تكون مباراة الدور مساحة ثأر له. أفرد الفريقان دقيقة صمت على روبرتو أليس أحد رؤساء إشبيليا السابقين. لم تكد الثواني تلامس الدقيقة الأولى، اتجه مهاجم إشبيليا لهز شباك. من حسن حظ العائد أونتيتي أن التهديد كان أبيض، التسلل ألغى كل شيء. بعده تسلسلت تمريرات لاعبي إشبيليا من منطقتهم صوب تيرشتيغن. الهجمة المعاكسة هذه المرة حملت جميع أركان التسجيل. نافاس بدا المرمى خاليا أمامه في الدقيقة 22. بعدها بأربع دقائق جمع برشلونة جهوده لإدراك التعادل، وأرسل راكيتيتش الكرة لليونيل على الطائر، سددها ميسي. لم تتوقف الكرة إلا عند ملامستها للشباك. اتجه الشوط الأول إلى عد دقائق نهايته. فريق إشبيليا المكافح لن يتنازل. الإصرار مكن جابرييل ميركادو من إضافة الثاني وسط غياب لدفاع البارسا. في الشوط الثاني انتعش هجوم برشلونة بدخول ديمبيلي الذي لم يستطع إدراك التعادل بسبب تباطؤه وبحثه عن ركلة جزاء. لم يبقى لهجوم برشلونة إلا ميسي كحل حتمي. ديمبيلي أوصل الكرة إليه. ليونيل على غير عادته هيأ باليسرى وسدد بيمناه معدلا النتيجة عند الدقيقة 67. واصل ميسي حضوره مغطيا على غياب سواريز هجوميا، سدد كرة اقتربت من الهاتريك دون أن تلامسه. بقي ميسي متمسكا بمبدأ المحاولة والخطأ. اتجهت أمامه كرة ألينيا المسددة. ميسي استعاد من أرشيفه طريقة تسجيل كانت عادة أمام الحراس، موقعا على الهاتريك قبل خمس دقائق من النهاية. فوق الهاتريك أراد ميسي أن يحرر سواريز من طول عقم تهديفي. في الوقت المبدد سجل سواريز هدفا قد يعادل عنده في لحظات الانكسار هاتريك ميسي. برشلونة قلب تأخره إلى الفوز برباعية قبل الكلاسيكو المزدوج في الكأس والدوري.